السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام، أخواتي الفضلات، معكم أصدقاء صادق. اليوم حبيت أنه أتحدث عن فد شيء يعني مميز عن المرات السابقة. اليوم عندنا فد شيء اسمه بوستر، اللي هو يعني عبارة عن نشرة يتم إصدارها من قبل شركات أو مؤسسات أو باحثين بشكل دوري. طبعا أنا مشترك يعني أونلاين مع شركة اسمها كي سايت تكنولوجيز، هي تعتبر واحدة من الشركات الرئيسية في صناعة أجهزة يعني الميجرمنتس، اللي هي القياسات للامور الخاصه بالشبكات اللاسلكيه بصوره عامه. هذا البوستر طبعا يعني هناك بوسترات شهريه ممكن انه تاتيك او نصف سنويه اعتمادا على نوعيه الاشتراك. طبعا يتم استلامها بشكل مجاني عبر البريد بالنسبه للناس اللي هم ساكنين في امريكا وكندا وبقيه الدول اللي يعني فيها فروع لهذه الشركه. هذا البوستر استلمته البارحه، طبعا هو صادر ب مثل ما هو واضح هنا بتاريخ 1/2/2018، يعني تقريبا قبل 6 أشهر. يعتبر هو يعني قديم نسبيا، لأنه يتحدث هنا عن 7 things that you need to know about the 5G new radio، 7 أشياء تحتاج أنه تعرفها عن 5G، اللي هو الجيل الخامس من أجيال الاتصالات اللاسلكية، اللي مسمى بالنيو راديو INR. طبعا هذا الاسم تم إطلاقه من قبل جماعة يسموها 3GPP، اللي هي Third Generation Partnership Project، اللي هي طبعا عبارة عن تجمع من مجموعة من الشركات والجامعات اللي هم المسؤولين عن يعني الستاندردايزيشن، اللي هو تحويل ال 5G من مجرد أفكار إلى مقياس عالمي ممكن من خلاله يعني وضع هذا الستاندرد اللي يسمح لمجموعة يعني كل الشركات أنه تقوم بتصنيع أجهزة مختلفة وتقنيات مختلفة وتعمل مع بعضها سوية، يعني كوأوبريشن أو كوأكزيستنس، تستطيع أن تعمل سوية في نظام واحد. طبعا مثل ما هو مذكور هنا واضح لكم، ال 5G نيو راديو NR هو Next Generation Wireless Standard، اللي هو يعني الجيل الجديد لمقياس الشبكات اللاسلكية. يتطلب طبعا تقنيات جديدة وتحسينات تطويرات على التقنيات السابقة الموجودة. الأمور الرئيسية اللي هو يعني عرفها هنا الستاندرد هو أنه يعني هذا المثلث اللي هو يمثل الأضلاع الرئيسية لهذا الجيل الجديد، اللي هو Enhanced Mobile Broadband، اللي هي EMBB. وكو عندنا ماسيف ماشين تايب كوميونيكيشنز. الماشين تايب كوميونيكيشنز يقصد به الماشين تو ماشين، اللي هو الاتصالات ما بين الشبكات او ما بين الاجهزه بعيدا عن تدخل الانسان. وكذلك عندنا ما يسمى بالالترا ريلايبل اند لو ليتنسي كوميونيكيشنز، اللي هو يعني الاتصالات الموثوقه بشكل كبير واللي بها يعني لو ليتنسي، اللي هو التاخير القليل جدا، لانه اغلب تطبيقاتنا راح تكون هي من نوع ريال تايم. وطبعا هنا تلاحظ بانه تطبيقات ذاكر لك اياها بانه 3D فيديو، الالترا هاي ديفينشن سكرينز، Work and play in the cloud, augmented reality يعني الحقيقة المضاعفة أو الحقيقة التخيلية, industrial automation, mission critical applications, self driving cars يعني السيارات التي تقود نفسها بنفسها, smart city, voice, smart home building، وهذا طبعا مثل ما هو معروف يعني هي من تطبيقات الانترنت of things. وأيضا عندنا الجيجا بايت in second، يعني اللي هي يعني إرسال مقدار كبير من البيانات في الثانية الواحدة. الأمور اللي تحتاج أنه تعرفها عن 5G، أولاً أنه أكو عندنا راح يكون New Spectrum and Bandwidth Impact Signal Quality. طبعاً راح يكون عندنا ترددات جديدة راح يتم إدخالها للعمل، واللي مثل ما شرحنا عنها يعني أو نشرنا عنها قبل قليل في الفيسبوك، يعني هناك مزادات علنية ستعلن يعني بيع الترددات الخاصة بال5G، واللي هي راح تكون يعني أغلبها مثلاً هنا في الـ USA. تلاحظ بأنه أكو من عندنا من 27.5 إلى 28.35% جيجا هيرتز، وأيضا من 37 إلى 40 جيجا هيرتز. هذه طبعا ممكن أنه بعدين تتوسع إلى 64 إلى 71 جيجا هيرتز. هذه ترددات اللي هي يعني من المقترح أنه يتم استخدامها في 5G. وطبعا تلاحظ بأنه ساوث كوريا مختلفة قليلا، اليابان، الصين، السويد والاتحاد الأوروبي EU اللي هو يوروب يونيون، كل واحدة من الاتنين أكو بها سلسلة ترددات تختلف إلى حد ما عن الترددات المستخدمة في الدول الأخرى، ولكنه أغلبها هي يعني تشترك في هذا الحزمة اللي هي من 27.5 إلى 28.5 أو فد شيء قريب من عندها. وهذه طبعا هي كلها تعتبر هي مليمتر ويفز، يعني ترددات مليمترية. فهذه أيضا يعني ظهور هذا النوع من الترددات مثل ما هو يعني معروف مثل ما شرحنا في الفيديوهات السابقة راح يجيب لنا مجموعة كبيرة من التحديات الجديدة، واللي يعني طبعا تحتاج تقنيات جديدة في التعامل مع هذه الموجات المليمترية، واللي واحدة منها هي ما تسمى بالبيم فورمينج، اللي هو يعني توجيه البيانات باتجاه معين. هنا طبعا راح نحتاج، سابقا كان اكو عندنا فد شيء يسمونه الاي نود بي، اللي هو يعني البيس ستيشن، هنا راح يسمونها جي نود بي. ليش يسموها جي نود بي؟ لانه هاي الجي ماخوذه من النيو جينيريشن او الفايف جي فيفث جينيريشن. جي نود بي طبعا هنا راح تكون عندك عباره عن برج يحتوي على مئات او الاف الانتنات
التي تعمل في كافة الاتجاهات مثل ما هو هنا واضح. هنا تلاحظ بأنه أكو عندك البرج راح يحتوي على أنتنات في كل الاتجاهات، وبدل ما أنه يكون عندنا بث الإشارات يعني برودكاست في كل الاتجاهات، راح يكون عندنا حزم ضيقة يتم يعني طبعا عملية سكانينج أو سويبينج يعني مسح لكل الوسط المحيط بالبرج، وبعد ذلك معرفة اتجاه الجهاز النقال اللي هو اليوزر اكوبمنت طبعا عن طريق يعني تقنيات الانجل اوف ارايفل انجل اوف ديبارتشر وغيرها من التقنيات الاخرى. بعد ما يحدد البرج مكان المستخدم طبعا يقوم بارسال البيانات الى بحزمه ضيقه، لانه مثل ما هو معروف المليمتر ويف تعاني من يعني بروباجيشن لوس كبير جدا، يعني ضياع كبير جدا بالطاقه، وبالتالي هي لا تستطيع ان تسافر الى مسافات بعيده، فيتم ارسالها بدل ما انه تكون يعني برودكاست يتم ارسالها في حزم ضيقه. وهنا مثل ما تلاحظ اكو عندك راح يكون داون لينك من البيس ستيشن الى اليوزر اكوبمنت، والاب لينك من اليوزر اكوبمنت الى البيس ستيشن، طبعا كل واحده من الاثنين راح تكون يعني على حزمه من الانتنات المختلفه عن الاخرى. وهنا ايضا راح تكون عندنا في التقنيات جديده لاداره البيم فورمينج، وطبعا هذه يعني ايضا بحوث ودراسات طلعت من مستوى البحوث والدراسات حاليا الى كونها يعني انجينيرنج ايفورتس يعني جهود هندسيه، لانه مثل ما ذكرنا في المنشورات على الفيسبوك المزاد لبيع هذه الترددات يعني فعلا سيتم في شهر نوفمبر القادم، والشركات بالفعل يعني بدات بانتاج الاجهزه التي تقوم يعني بالعمل على هذه الترددات. الشيء الثالث الذي نحتاج ان نعرفه عن ال 5G هو انه راح يكون عندنا الويف فورم اند سكيلابل نيومرولوجي مينز بي اي بي ار تشالنجز. طبعا هنا تلاحظون انه سابقا بال 4G كان عندنا سب كارير سبيسنج اللي هي المسافات او السبيس ما بين الترددات او ما بين السب كاريرز، كانت هي عباره عن 20 ميجا هرتز و 80 ميجا هرتز. هذه ال 20 وال 80 كانت المسافه بيناتهم هي 15 كيلو هرتز و 30 كيلو هرتز، الا انه مع ال 5G لانه قلنا بالمليمتر ويف عندنا باند ويث كبير جدا ممكن يكون 100 ميجا هرتز او 400 ميجا هرتز، هذا راح طبعا ياثر على السب كارير سبيسنج اللي هو الابعاد او المسافات ما بين الحزم الفرعيه التي تمنع التداخلات ما بين هذه الحزم. وطبعا ايضا هنا أنا اكو عندنا فد معادله لكيفيه حسابها اللي هي الدلتا اف يساوي 2 ميو في 15 كيلو هرتز، وطبعا راح تكون عندنا 15 30 60 وصولا الى 480 كيلو هرتز سب كارير سبيسنج. هذه طبعا هي راح تستهلك جزء كبير من التردد او من الباندوث، ولكنه بنفس الوقت هي ضروريه جدا لتمنع التداخلات. الحقيقه الرابعه اللي لازم نعرفها عن ال 5G هو انه راح نستخدم المليمتر ويف مثل ما ذكرنا، وهذه طبعا تحتاج من عندنا انه نقوم بتجارب يسموها الاوفر ذا اير او تي اي. هذه الاوفر ذا اير بان تحتاج من عندك فد غرف خاصه، الاجهزه الخاصه بها طبعا غاليه جدا، ولذلك يستخدمون هذا النوع من انواع الشامبرز او الغرف اللي هي طبعا هذه تلاحظ انه يعني اطرافها او جدرانها مسننه لكي تقوم بالابزور يعني الابزوربشن امتصاص الاشارات ومنع يعني انعكاسها، لكي يكون لدينا يعني مسار واحد دائما رئيسي بين الترانسميتر والريسيفر بدل ان يكون لدينا مالتي باث. وهذه طبعا هناك الكثير من الاجهزه التي تستخدم لهذا النوع من التجارب، وطبعا يعني بالنسبه للباحثين المهتمين بهذا المجال هنا طبعا هي شركه كي سايت اللي هي قامت ب يعني انشاء هذا البوستر، تعرض مجموعه من منتجاتها واللي ايضا ممكن انه ناخذ لها صوره او تستطيع الوصول لها من الموقع الرسمي للشركه مثل ما هو واضح هنا. الحقيقه الخامسه اللي هي التحدي الاكبر اللي راح يواجه ال 5G هو انه راح يكون عندنا مالتي ويف فورم كو اكزيست بريزنتس انترفيرنس ايشوز. هنا راح تلاحظ بانه هنا نشوف الترددات اللي موجوده عندك، راح يكون عندك ال LTE اللي هو ال 4G، راح يكون اكو عندك ال GSM ال Edge ال 5G نيو راديو، هذا هو ال 5G نيو راديو، وطبعا ايضا ال LTE الوايرلس لان الوايرلس كود ديفيجن مالتيبل اكسس، يعني انواع مختلفه من الترددات كلها راح تكون قريبة من بعضها البعض، فهنا التداخلات راح تكون أعقد وإدارتها أصعب. وأيضا هذه كلها تحديات بالنسبة للباحثين المبرمجين أو مو المبرمجين وإنما المهندسين بصورة عامة مختصين بمجال الاتصالات. الحقيقة السادسة اللي تحتاج أنه تعرفها عن الـ 5G أنه راح يجيب لنا تحديات ليس فقط على مستوى الاتصالات وإنما أيضا على مستوى الشبكات، لأنه يعني بشكل رئيسي راح يتم بشكل عام يعني إدارتها بفصل الـ اليوزر ليفل عن الكنترول ليفل او الكنترول بلين عن اليوزر بلين. فهنا تلاحظ بانه اكو عندك راح تظهر عندك مشاكل الوايرلس برود باند ريال تايم كنترول اللي هو العلاقه باللو ليتنسي الانترنت اوف ثينكس سنسرز، واخيرا الفيديو ستريمينج. كل هذه الامور يجب ادارتها في شبكه واحده يعني على الرغم من اختلاف الاجهزه والتقنيات المستخدمه لهذه المشاكل او الخدمات، الا انه يجب ان توضع في شبكه واحده فقط.
طبعا هنا مثل ما ذكرنا راح تكون عندك نتورك تشالنجز. واخيرا بالنسبه لل5 جي راح تتوفر عندك اجهزه، راح تتوفر عندك تقنيات، ولكنه الفكره الرئيسيه، التنافس الرئيسي في يعني حول العالم، هو ايجاد افكار جديده لاستخدام كل هذا الكم الهائل من التردد او الباندويث اللي تحدثنا عنه قبل قليل. يعني بدون افكار جديده فكل هذا التردد وكل هذا الباندويث لن يكون له اي قيمه بالنسبه لل5 جي. فهنا النصيحه الاخيره انه انوفيت ترانسفورم اند وين. هذا هو طبعا الموقع الرسمي اللي من خلاله تستطيعون الوصول لكل هذه المعلومات، keysight.com/find/5G. وشكرا جزيلا، نلتقيكم في فيديو قادم ان شاء الله.